كان شكلهم بخوف ومعهم كتير أشياء وبركضوا وأنا لما شفتهم هربت وركضت عند ماما وحضنتها. أنا اسمي جنى، كنت رايحة على الروضة، أنا عمري 5 سنين. ركضت عند أمي وحضنتها ولفيتها. أنا خفت عشان لما شفت الجهاز، خفت كتير وأنا لما شفتهم هربت وركضت عند ماما وحضنتها. أنا اسمي إسراء الشخشير، أمها لجنى الشخشير، ساكنين بنابلس بالبلدة القديمة. جنى الشخشير صحيت زي كل بنت الصبح، بتصحى بدها تجهز لروضتها، لبس حطيت لها سندويشتها الروضة النوتيلا اللي بتحبها ولبستها وجهزتها، وجنى نزلت على الروضة زي كل يوم زي ما بتنزل كل يوم. دخلت على غرفتي فبتطلع اللي بتفاجأ إنه جيش، فبحكي جنى وين؟ ما بعرف جنى، إذا وصلت الروضة ما وصلت الروضة، مش عارفة وين جنى. جنى ما إلها كان زمان نازلة يعني، فبعديها عمالها بتدق الباب بخوف كتير قوي، وفتحت الباب اللي هي جنى خايفة كتير كتير، تحكي لي ماما الجيش وراي الجيش، لقيتهم بوجهي وأنا طلعت. فهارب راجعة على البيت ركض، واللي هي إجت لفيتها وشربتها مية وقعدتها يعني، ومصدومة يعني من اللي شافتهم، من كتر الجيش اللي شافته مش عارفة إيش بدها تعبر، إيش بدها تحكي لي. أنا لما شفت الفيديو حكيت لهم جنى جنى، أبوها ما عرفها، أبوها ما عرف إنها جنى، أنا عرفتها من ركضتها، من شعرها، من لبسها، من كل إشي يعني. حكيت لو إني أنا مكانها لجنى، قد ما خفت عليها وقد ما كتير كنت مرعوبة ومتوترة، متعودة كل يوم الصبح تطلع عادي على روضتها، فتفاجأت إنه أول ما طلعت لقيت كمية الجيش اللي إجت. مش مسترجع إني أطلعهم، صرت مكان إني خلص ما رح أخليهم يطلع مدارس ولا أخليهم يطلع إيش، إنهم يضلوا عندي. بصراحة ما في أمان نهائياً، صرت بدهم يطلعوا الصبح تكون كتير خايفة، بدهم بالترويحة تخافي، ما بتعرفي أي وقت بدخلوا الجيش صار، ما بتعرفي كيف بدخلوا، ما بتعرفي الطريقة اللي هم متعودين صاروا يدخلوا فيها، صار كتير خوف عنا، ما عنا أمان. من حقهم هدول الأطفال صغار، من حقهم إنهم يطلعوا الصبح زيهم زي أي طفل، زيهم زي أي مكان، يحققوا كل أحلامهم، مش يطلعوا إنه يتفاجئوا إنه جيش بوجههم، إنه يخافوا، يطلعوا أولاده وتكون مطمن عليهم، مش إنه يكون على أعصابه. أنا بحب أروح على الروضة أو بحب ألعب مع أصحابي، ما بدي أروح على الروضة لحالي، لازم بابا وماما ياخذوني على الروضة، أنا بخاف أروح على الروضة لحالي.